في الساحل الغربي يتشكل وضع غير معلوم الملامح تتداخل فيه الاجندات السياسيه لاطراف عده مع وضع عسكري غير محسوم ما جعل المشهد في المديريات المحرره يبدو كحاله فوضى لا يسيطر عليها احد طوال مرحله ما بعد التحرير ظلت مديريات الساحل الغربي مناطق تخضع لسيطره قوى عسكريه مواليه للامارات ومعزوله عن الهيكل الرسمي لوزاره الدفاع اليمنيه الا ان كثره عدد التشكيلات العسكريه المرابطه في المنطقه زاد المشهد تعقيدا اداريا تنقسم هذه المديريات بين محافظتي تعز والحديده لكنها عمليا لا تتبع السلطات المحليه في هاتين المحافظتين بل تبدو السلطه الحقيقيه في يد الالويه العسكريه التي تقاتل هناك وخصوصا القوات التي تتبع طارق صالح قائد ما يسمى بحراس الجمهوريه وهي قوه عسكريه تمولها الامارات ولا تتبع وزاره الدفاع منذ فتره تتحدث تقارير عن توجيهات لفصل هذه المديريات عن محافظتي تعز والحديده كخطوه نحو تثبيت الوضع القائم هناك تلبيه لرغبه اماراتيه وعلى هذا النحو جرى فهم قرار النائب العام بتكليف رئيس نيابه المخا بالنظر في قضايا المديريه وباقي المديريات المحرره كنيابه مستقله ميدانيا تتحدث تقارير محليه عن اعتقال لمواطنين بينهم مسؤولون في السلطه المحليه من قبل التشكيلات العسكريه التابعه لنجل شقيق صالح وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن مهام اجهزه الدوله المحليه ولماذا لم يعد تفعيلها على الرغم من مرور نحو ثلاثه اعوام على تحرير هذه المناطق وعن المهام الحقيقيه لهذه القوات العسكريه التي لا تاتمر بامر السلطه الشرعيه للبلد ولا تعترف بها. في تعز خرجت مظاهرات احتجاجيه ترفض ما اسماه منظم المظاهره مخططا اماراتيا لعزل مديريات المخا وباب المندب والوازعيه وذباب عن المحافظه معبرين عن رفضهم لعمليات التصرف في الاراضي العامه والخاصه التي تمارسها قوات العميد طارق. اللافت في هذا المشهد المختل ان الحكومه الشرعيه وسلطاتها المحليه المعنيه غائبه عن المشهد بشكل كلي بحيث يبدو وكان هذه المنطقه ذات الاهميه الاستراتيجيه قد تركت فريسه بيد جماعات مسلحه تخوض حروبا بالوكاله لمصلحه اجندات اقليميه ويبقى مواطن هذه المنطقه ضحايا دوله غائبه وحرب غير محسومه